تعتبر الجزائر شريكاً مميزاً لألمانيا في تطوير تكنولوجيات الطاقة المستدامة بفضل مواردها الطبيعية الوفيرة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي المتميز، ولهذا نطمح إلى إقامة شراكة استثنائية مع ألمانيا في مجال الطاقة. وهذه المناسبة ومن على هذا المنبر أؤكد التزامنا بتعزيز هذا التعاون وترقيته، ونطمح من خلاله إلى بناء شراكة استراتيجية وقوية تتجاوز التبادلات التجارية، وفوائدها ستكون بلا شك مفيدة لكلا الطرفين. سيدات والسادة، إن التغيرات الجيوفيزيائية الجيوسياسية الحالية، وهكذا اعتماد سياسات طموحة جدا في مجال الحد من الانبعاثات الغازية الدفيئة بحلول 2050، قد أثرت تأثيرا كبيرا على الأسواق وتدفقات الطاقة، حيث تراجعت الاستثمارات البينية في مجال الصناعة البترولية الغازية، وهذا حتما سيؤثر على أمن الطلب العالمي المتزايد على الطاقة في المستقبل. لذا كان من الضروري لنا مواصلة إنتاج الطاقة الأحفورية خاصة الغازية منها، وفقا لقواعد صارمة من أجل تقليل التأثير على النظم البيئية والحد من الانبعاثات الغازية من جهة، ومن جهة أخرى استثمار أكثر فأكثر في الطاقات الجديدة والمتجددة لضمان الأمن والانتقال الطاقوي، حيث تلعب الشراكة والتعاون الدولي دورا مهما، وخاصة الشراكة الألمانية، ونعمل جاهدين على إعطائها الديناميكية اللازمة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.